اها محمد داود عمين اتصل عليك مصطفى؟ والله ما اعرف. واحد صديق. ها؟ صديق. صديق لو صديقه؟ لا لا صديق. زين. خاف على مود برشلونه بخابره؟ لا هذا ما يشجع لا برشلونه ولا مدريد. زين. الدقيقة 88 8-2 بايرن ميونخ على برشلونه. 8-2؟ شنو رأيكم؟ مستحيل. ما صدقت ها؟ لا والله. اي 8-2 وهي حقيقة فعلا هي يعني النتيجة صادمة جدا، بس هذه الآن توصلني الأهداف والعواجل. 8 بايرن ميونخ 2 برشلونة. والله احنا عندنا واحد بالبيت يجوز هسه انجلط. والله شديد يحب برشلونة يعني. منو من يوم؟ منو هذا الانجلط؟ واحد من عوامي عمي. أنتم تشجيعكم بالعالمي شنو؟ أوروبا إسباني؟ أنا مانشستر يونايتد. إنجليز؟ أنا ليفربول. هم أعداء أنتم. أي أعداء أي. شلون راهمت اليوم؟ زين منو من أصدقائكم برشلوني وبهذه النتيجة تحس متعصب من لاعبين أنديتنا؟ أنديتنا حمادي. برشلوني؟ بر قافل هذا. أحمد عبد الأمير يبكي. يبكي. أي يبكي أحمد عبد الأمير. زين بعد هاي النتيجة ايش راح يصير بيهم؟ لا تفوت من يمه هسه. اي حمادي ما يقفل اذا طلعت برشلونة و... اي لا لا صعبة يعني على على يعني انا بس اريد اتخيل وجه غسان اسماعيل تحياتنا الى نجم ولاية بطيخ لان هو متعصب فوق الحدود. صحيح. يعني متعصب ما يتفاهم امام برشلونة فما اعرف هسه موقفه شنو والتشجيع فعلا تعصب ومرات تخرج عن شعورك طبعا مشكلة